السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها مستقبل الغاز على ضوء في موريتانيا على ضوء الاكتشافات الأخيرة التي أعلنها عنها وزير النفط والطاقة والمعادن صباح اليوم، وكما أعلنت عنها كذلك شركتي بي بي أو شركتا بي بي وكوسموس انرجي الأمريكية. معي لمناقشة هذا الموضوع الدكتور يربان الحسين الخراشي، خبير في الثروات الطبيعية. أهلا وسهلا بكم دكتور، شكرا لكم على قبول الدعوة والحضور معنا. اليوم تم إعلان عن هذا الاكتشاف الأخير، هل يعني سؤال هنا، هل يعني مجرد الإعلان عن الاكتشاف بأنه أصبح مؤكد الاستخراج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكر قناة الرابطون على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم جدا. الحقيقة اكتشافات بئر الله ليست جديدة، بل منذ 2015 معروف أنه منطقة بئر الله، يعني سنعطي تقديم بسيط للمشاهد الكريم، الحوض الساحلي الموريتاني مساحته حوالي 134 ألف أو 135 ألف كيلومتر مربع، ومقسم إلى 32 منطقة بلوك يعني، وتم إجراء حوالي 35 ألف كيلومتر مربع المسح الزلزالي التنقيبي، وحفر 71 بئر تنقيب، وتم اكتشاف فيه حوالي 9 اكتشافات من حقل شنقيط 2001 إلى بئر الله وحقل حميم 2015. ما حدث اليوم هو فقط تأكيد لهذه الاحتياطات اللي كانت يعني معروفة ومكتشفة من خلال المسح الزلزالي اللي عمل للمنطقة، لكن التنقيب أو أقصد الحفر الذي تم في الفترة الأخيرة هو الذي أكد أنه فعلا الاحتياطات أو ما أعلن عنه اليوم. لكن هل الإعلان عن الاحتياطات يعني الاستغلال؟ لا طبعا، قد نحن عندنا كثير يعني مناطق حتى في موريتانيا ودول ثانية تم في اكتشاف كميات وقد تكون حتى أكبر من هذا، ولم يعلن عن استغلالها. لكن نحن نتوقع أنه إن شاء الله مع شركة بي بي وشركات ثانية الكبيرة اللي دخلت في موريتانيا قد يعني نشاهد مستقبلا اتخاذ القرار لاستغلال هذا الحقل الذي هو يعني ملكية صرف لموريتانيا، لا نتقاسمه مع السنغال، ويقع في المنطقة سي 8 بلوك 8 في الحوض الساحلي. الحوض الساحلي قبالة السواحل الموريتانية حوالي 125 كيلومتر من الساحل، واعتقد انه 60 او 65 كيلومتر من حقل حميم اللي بين الحدود بين الحدود بين الدولتين، الحدود البحرية بين الدولتين. طيب 50 تريليون قدم مكعب، هل هي كمية كبيرة؟ كمية كبيرة فعلا. سنعطي أرقام حتى يعرف المشاهد يعني ماذا تعني 50 تريليون قدم مكعب من الغاز. 50 تريليون قدم مكعب تشكل حوالي 10% من الاحتياطي الإفريقي، لأنه الاحتياطي الإفريقي حسب آخر إحصاء إلى نهاية 2018 يبلغ 509.6 تريليون قدم مكعب، يعني 50 تريليون حوالي 10% من الاحتياط، وهي لو أدخلنا معامل مكافئ النفط ستكون تساوي حوالي 8.3 مليار برميل من النفط. لو يعني عملية حسابية بسيطة نستطيع أن نعرف أن قيمة هذا الحقل تقدر بحوالي 500 مليار دولار، فهذا يعني شيء كبير. على الأقل هو ضعف حقل السلح فاتح ميم المشترك مع السنغال، ضعفه 3 مرات وزيادة. إذا هو أكبر الحقل، هذا الحقل أكبر بكثير في كميته من الحقل الذي تم اكتشافه حقل حميم. هذا ما أعلن عنه اليوم أنه 50 تريليون، لكنهم لم يقولوا انه احتياطي مؤكد، قالوا قد يعني تكون يعني حتى الان لم يكتبوا كلمه مؤكد يعني احتياطي مؤكد. طيب في حاله تاكيد هذا الاحتياطي، هل يعني ان تغير بي بي مثلا وكوسموس وجهتيهما من الحقل في حميم الى تركيز الى هذا الحقل؟ لا، قد لا يغيرون، بس لانه نحن شاهدنا ايضا قبل ايام الحديث عن 3 منصات عائمه في المنطقه، واحده في السنغال منطقه تيرا، ما اعرف ما اتذكر الاسم يعني، مهم بئر ياكار اسمه تيراغا او حاجه كذا سنغاليه. هذه المنطقه فيها ايضا احتياطات كبيره اكتشفت سنه 2017 او 2018 بالاضافه الى السلحفات المشترك، وفوقهم يعني في الخريطه الحقل اللي بئر بئر الله الذي تم تاكيده اليوم. انا اعتقد انه بي بي وقد تدخل شركات ثانية ممكن يعني تستغل الحقل، وهذا لا يؤثر على استغلال حميم، لكن لا أعتقد أن خيار المنصات العائمة أنه خيار صائب في هذه الحالة. لو تم تأكيد كل هذه الاحتياطات في السنغال
وفي موريتانيا والمشتركة أيضا، لو جمعنا مع بعض ستكون أكثر من 100 تريليون قدم مكعب. فخيار المنصات العامة في هذه الحالة أعتقد أنه ليس في صالح البلد. طيب لكي نقرب، كيف تعمل المنصات القائمة، ولماذا مثلا أوردت هذه الملاحظة حولها؟ لماذا أوردت هذه الملاحظة؟ لأنه المنصات العائمة أصلا خيار جديد. أول منصة اخترت عائمة سنة 2011، حينها كانت أسعار النفط حوالي 120 دولار، وأسعار الغاز المليون وحدة حرارية الغاز حوالي 20 دولار، لكن الآن أسعار النفط حوالي 60 دولار، يعني أسعار المليون وحدة حرارية من الغاز حوالي 8 إلى 9 دولار، يعني أقل من النصف. وإلى الآن العالم كله ما في إلا ثلاث منصات إلى أربعة، ثلاثة يعني عائمة. فهي تقنية جديدة، وعادة تستهدف الحقول الصغيرة اللي يعني في البحار وصعب استغلاله، وهذا يعملوا لها منصة عائمة. وحتى اللي عمل منها حتى الآن لم يشتغل بطاقته الإنتاجية كاملة، وفي كثير من المشاكل التقنية. وعلى العموم هي خيار صفر فرصة عمل على الأقل في المرحلة الأولى. احنا الحين نعرف أنه منصتنا تصنع في سنغافورة، ونعرف أنه النظام ليس نظام التدفق، يصنع أيضا في أندونيسيا، لكن ما في ولا موريتاني واحد سيشتغل. نعرف أن كل هذا لن يبنى بموارد موريتانية، صفر موارد، صفر فرصة عمل على الأقل في المرحلة الحالية. وحتى لو تم بناءها وجات ولا تعد الوظائف قليلة، لو نقارنها مثلا بأول محطة عائمة في إفريقيا اللي هي محطة الكاميرون، وبالمناسبة هي توأم محطتنا، معدلت من نفس الشركة وبنفس الطريقة وتقريبا حالتهم كاملة لا متساوية. هذه المحطة الحين فعلا أثناء يعني تركيبه والمشاكل هذه شغلت حوالي 7000 8000، يغير لك لا مدة سنتين وثلاثة وانتهى. أثناء التركيب فقط. أثناء التركيب الحين يشتغل فيها 700 شخص فقط. 700 شخص فقط. إذا العمل الذي كان متوفر لديهم هو تقديم خدمات لحقول البترول. كان أعتقد بناء المنصة إلى غيرها. المنصات العائمة قد يكون أمنيا خيار جيد بالنسبة للشركات. أنا من رواية في البحر ما شايف أحد ولا مقرب من أحد. وقد أي وقت تسبح وتصبح قاع معهم، فهذا خيار أمني وقد يكون خيار جو سياسي، يعني خاصة الحقل المشترك بين إحنا والسنغال، إنهم قاع ما مبانيين شيء على تراب واحد من البلدين، خوين قال إنهم قاسوا هذا. لكن إذا كان هذه الاحتياطات حقيقية وخمسين تريليون هون وسبعين تريليون هون وكذا، ما أعتقد أنه مواصلة المنصات العائمة خيار في صالح بلادنا ولا في صالح السنغال. وقد أيضا يكون تهديد كبير بيئي للثروة السمكية اللي نعتمد عليها كثير. وأنا أعتقد أنه السنغال إذا كانت السنغال ستكون بدون تيبودن ستتحول إلى بلد ثاني. طيب اسمح لي بهذا السؤال، وربما بعض من يتابعون الآن، وهي دائما سؤال يتبادر لذهنية أي متابع من الذين بعيدين قليلا عن هذا المجال وتفاصيله. ربما يخمن أحد المشاهدين الآن أننا ربما نصبح كويتا جديدا أو مملكة سعودية جديدة، هنا بالجانب الاقتصادي والوفرة المالية هنا أقصد. هل يمكن أن تكون موريتانيا فعلا دولة في المستوى الدول المنتجة للغاز كدول الخليج مثلا؟ أعتقد أننا يعني لو فعلا صدقت توقعات الدولية الكبيرة على أنه الطلب العالمي على الغاز يعني بصورة عامة وخاصة الغاز المسال سيبقى بهذه الوتيرة، لأنه الحين يزيد بحوالي 10% للسنة. لو بقى بهذه الوتيرة فعلا، وأنه التوجه العالمي أنه القرن 21 قرن الغاز، بدل أنه القرن 20 كان قرن النفط وقرن 19 كان قرن الفحم الحجري. لو صدقت هذه النبوءة فعلا نحن مع الاحتياطات الهائلة، وأنا أعتقد أنه الكثير منها يعني لم يكتشف حتى أو لم يؤكد اكتشافه حتى الآن، قد فعلا نصبح دولة كبيرة مصدرة للغاز في العالم خاصة في إفريقيا. لكن هذا لا يعني أنه ينعكس على الشعب أو على الاقتصاد الوطني إذا لم يتم استغلاله بالشكل الجيد. حتى المثال اللي أنت أوردته الدول الخليجية، أنا لا أرى أنها يعني رغم أني عشت في الخليج 6 سنوات وأنا أعرف جيدا على الأقل يعني المواطن يكبس أموره طيبة على قولة الخليجيين. أنا شايف أن نحن كدولة يلا نحاولوا نستغلوا ذا اللي لا ينجبروا من عائدات الغاز مهما كان في تطوير ثرواتنا المتجددة اللي هي نعدلوا صناعة تحويلية في الثروة السمكية في الثروة الحيوانية في الزراعة، نكتفى بعض على الأقل غذائيا، يقع مدى ما عنده شيء توكل يقع شلب بدأ من الفضاء كامل وشلب بالديار وشلب. على الأقل نطور هذه الثروات، وأهم شيء في القصة كلها أنه أولادنا يكتسبوا الخبرة يكتسبوا المعرفة في هذا المجال، حتى قاع
الى مستقبلا فكرنا احنا ان لا ينتجوا الغاز كاع كي اللي عندنا الحديد في السنين يعود بعد كاع عندنا من الكوادر البشريه اللي قد تعدل والى كاع فرق الغاز قد يقيسوا دول اخرى يشتغلوا فيها يعني متكونين واحسن ناس. لكن اذا لم نستفيد مثل ما هو حاصل الان شايفين ان احنا اللي موالين لارفود الاحجار وتنقالوا شوي من الامور اللي ما هي وكان يرفدون شلك ده عاد يرفدون شلك عاد يرفدون شلك البحر هذا ما هو مهم خلاص اللي عدلوا في السنغال السنغال سكتت به كثير من المهندسين لانه يعني بناء كاسر للامواج هذا في ياسر من الهندسه الزينه ويا الله اولادنا تتاح لهم الفرصه يستفيدوا من هذه الخبرات الشركه الفرنسيه وبي بي والجماعه كانوا يعودنا احنا دورنا لان ننقلوا الاحجار ونطرحهم احنا البحر قاع ما هو محتاج قاع للناس قد يعدلوا الحمير اكرمكم الله. طيب لكن هناك سؤال يطرح الان في ظل هذا الاكتشاف الذي تم الاعلان عنه، كيف تتصور شكل الاتفاقيه التي ستجمع ما بين موريتانيا وهذه الاطراف؟ هذا سؤال مهم وجيد. شوف نحن الاتفاقيه اللي عندنا حالا اتفاقيه يعني تدخل في اطار ما يسمى بعقود المشاركه في الانتاج، والحقيقه هذا النوع من العقود يقوم اساسا على يسمى عقود المخاطره، انه اصلا يلا تقبل لا دوله كانت ما هي طامعه نهائيا بالنفط ولا الغاز في بلدها. في هذه الحاله بدل من هذه الدوله خاصه الدوله فقيره اللي تسقي ياسر من الفوضى على التنقيب وهذا تجبر تعيط الشركه عند الفوضى وبعدها تخسر وتعدل مع العقود، لكن في حاله عقد مخاطره مع عقد امتياز انا اقصد عقد المشاركه في الانتاج لانه يقوم على انه الشركه هي اللي تستثمر اولا لو ما جبرت شيء راهي خسرت ذاك اللي خسرت كامل في التنقيب ولا جبرت شيء لا يقسم شور جزئين نفط او غاز التكلفه لا تقبله هي. وبالمناسبه انا شفت او يعني عندي اخبار انه نحن عندنا ان نسبه غاز التكلفه تمشي الى 65% من التكاليف وهذا كبير يعني والباقي لا في هذه الحاله في حالته 65 ذاك الباقي 35 هي اللي تسمى غاز الربح وهي اللي نتقاسموا احنا وهما حسب نحن وهما حسب النسبه والسنغال والاطراف. طيب هذا النوع من العقود يلا يعود الله في الدول اللي ما هي متاكده كاع عندها غاز ولا نفط، ما دمنا احنا عندنا انا قلت سابق شوي ان فاتوا عدلوا 85,000 من المسح الزلزالي وفاتوا حفروا 71 بئر تنقيب، على الاقل يلا تعد عندنا الصوره واضحه عن احتياطياتنا عن ما نملكه من ثروه، ما يلا نتموا يعني مرتهنين لذا النوع من العقود نحاول نطوره وحتى قاعد بقينا فيها نحاول بعد نطوره. لكن العقد الحالي ليس عقد شراكه على الاقل؟ هو يعني عقد شراكه لكن يدخل في هذا الاطار انه يدخل في اطار عقود المشاركه في الانتاج انه الشركات نحن راك لنا بدون استغلوا الغاز من 2022 نبيعوه. طيب ايش لا يخلق؟ اللي بعنا اول حصه بعناها لا ينقلع منه ينقلع منها قاع جزء التكاليف التكاليف هو الباقي ولا هي يسمح صقع مستقبلا ما دمنا احنا متاكدين مثلا ان تحت محيطنا مليارات التريليونات من الغاز ما لنا قاع لاجئين للنوع من العقود لان نرجعوا مثلا لعقود الخدمه انتم وهؤلاء لا ينكروكم تعدلوا لنا خدمات كذا وكذا ومقابل كذا كذا وخلاص مثلا. طيب على ضوء الوضعيه الحاليه فيما يشاهد انه فرص عمل قليله جدا على غير المتوقع على الاقل في بدايه هذا المشروع، هل يمكن ان نتصور مستقبل يعني جيد بالنسبه للعاطلين على العمل في ظل هذه الاكتشافات؟ في الحقيقه اعتقد بالنسبه للعاطلين على العمل في الفتره القادمه سنتين ثلاث قد تكون فرص كثيره لانها سيكون في بناء يعني كاسر الامواج وبعد ما ينتهي تصنيع المحطه العائمه ايضا لا تنجاب ولا تركب ودور يخلق ياسر من الشغله غير لكن اعتقد سنتين ثلاث اربع وبعدين ينتهي كل هذا وتقل فرص العمل. لكن انا اتمنى مستقبلا لو قررت موريتانيا ان تدخل في شراكه استثماريه في الحقل الجديد بئر الله اللي هو يعني احتياطه على ما يبدو ضعف حقل حميم ثلاث مرات وزياده انه على الاقل ياخذوا الخيار منصات على اليابسه ما هي عائمه على اليابسه لا بنايه قاع واحد ودور يوفر 40,000 ولا 50,000 فرصه عمل ولا يتم تنمل بمواردنا احنا حديد نقدر نعدلوا اوليه مثلا للحديد ونصنعوا كاع الحديد اللي تبتنا به نقدر نعدلوا اولويه للاسمنت الموريتاني ونصنعوا اسمنت موريتاني وتبتنا به نقدر نعدلوا ياسر من روايات نستفادوا منها على المستوى الوطني وعلى مستوى الشغيله وعلى مستوى حتى الخبره في البناء وعلى مستوى ايضا البنى التحتيه اللي لا تعود مصاحبتها لا ينعدلوا شوارع لا ينعدلوا الطب لا ينعدلوا السكن نحن راك هاي الروايه اللي في البحر ما واعدها طريق ولا احلاها طب ولا احلاها شو سوى شنو ولا سكن
طيب وهي ما هي بنايه ثابته ومن الصمت تقدر تصبح ما يهون كي اللي خلق. بالمناسبه في كولومبيا عملوا كانوا فيه يعني انه سيكون في منصه عام 2016 يا غير ان طاحت اسعار النفط واسعار الغاز حولوا شور بريد اخر ومشيت خلاص وفل. طيب خايف قاعد قبل يا اخي. طيب اسمح لي اذهب الى فاصل ثم نعود لاستكمال هذا النقاش. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم، تكرموا بالبقاء معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، الجزء الثاني من حلقه المشهد لهذا المساء والتي نناقش فيها مستقبل الغاز في موريتانيا على ضوء الاكتشاف الغازي الشديد الذي اعلن عنه وزير النفط والطاقه والمعادن محمد عبد الفتاح، وكما اعلنته ايضا شركتا بي بي وكوسموس هذا الصباح. معي مناقشه هذا الموضوع الدكتور حسين الخراشي خبير الثروات الطبيعيه. اهلا وسهلا. اهلا حياك الله مره اخرى. طيب موريتانيا الان حسب ما قال الوزير هذا الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه اليوم ربما سيجعل أو يجعل من موريتانيا قطبا في هذا المجال، إلى أي حد يعني لدى هذا النوع من التعابير مصداقية في الوسط الفني من منظوركم أنتم كمختصين في هذا المجال؟ الحقيقة كلام معالي الوزير كلام يعني صادق وفعلي، لكن هو أيضا سبقه لهذا الكلام عفوا مدير التنقيب لبي بي إفريقيا يعني بداية 2018 على ما أذكر. أنا كتبت مقال المرة الماضية وأحلت الكلام اللي هو قاله، يعني قال نفس الكلام أنه قال حسب تحليل البيانات السيسمية اللي عندهم أنه من المتوقع شمال حميم، وفعلا اللي هو يعني عقب أخلق والله قال اليوم أنه سيكون هناك قطب غازي موريتاني يعني، وهذا فعلا حقيقي لأنه الاحتياطات كبيرة، وقد مستقبلا يعني يتم الإعلان عن احتياطات تماثل هذا وحتى أكبر الله أعلم. جميع يعني البيانات اللي ترشح لأنها قليلة أيضا نحن يلحقنا لا قشور منها يعني توحي بأنه منطقة سواحل الغرب الإفريقي خاصة جزء موريتانيا والسنغال قد يكون يعني في احتياطات هائلة جدا من الغاز الطبيعي. طيب الشركات العاملة في مجال النفط والغاز من يعني من المعروف او من المسلم به لدى كثير من المختصين والمتابعين في هذا المجال خاصه من الاعلاميين والمحللين الى غيرهم يكادوا يتفقون على ان هذه الشركات هي شركات ربحيه تبحث عن مصالحها فقط لا تهتم بامور اخرى. هل ترى ان موريتانيا فعلا محصنه امام مثل هذه الوقائع او الاحداث او السيناريوهات التي وقعت في اماكن اخرى؟ الحقيقه لا استطيع ان اجزم ان موريتانيا محصنه، خاصة مع هذا الشحن الكثير يعني في السنوات الأخيرة على أكثر من جبهة، وأعتقد أنه فعلا كما قلتم الشركات تبحث عن الربح فقط، وهذا هو السبب اللي راني قبل شوي قلت أعلن في محطة كانت واعدة سواحل كولومبيا والإنشاف تظروا ما يزينا إنشاء انحاشت قاست وهي البي بي والله الشركة وداخل فيها قاست بلاد أخرى، وفي أيضا مشروع كان أيضا في غينيا الاستوائية ونفس مشروع نحن كان من الصاعمة وتم التخلي عنها ايضا لاسباب ما هي بعيده من ذلك. لذلك الشركات فعلا تبحث عن الربح، وانا هنا اطرح سؤال يعني ما عندي الجواب عليه غير اللي طارحه. من درى قاع نفطنا احنا باط غازنا عفوا كان يعود قاع منافس. انا شايف فعلا مثلا قطر ونيجيريا وموزمبيق وروسيا كاملين واحلين في خفض
تكلفته التنافسيه شهر حوالي 5 دولار للمليون وحده حراريه. من درك كان احنا قد نوصلوا لهذا المستوى؟ الله اعلم. هذا السؤال قد يجاوبوا عليه للبي بي اللي داخلين في ذاك الاستثمار. اللي نقد نقول هون على ان مستقبل نحن ما هو مرتبط لا بحجم حتى العاد عندنا البحر قاع كامل لا من الغاز. العالم الاخر ملي عنده الغاز وعنده اكثر من ذا. لين يعود ذا اللي قلت قبيل انه التوجه العالمي شورى التحول الى الاعتماد على الغاز ما هو لا يعود كبير حتى وارن المنافسه لا تعود ما يمتينا حتى خاصه على الاسواق البعيده اللي هي الاهم اللي هي الاسواق الاسيويه اللي تشكل اكثر من 70%. هم فعلا السوق الاوروبي شوي بريطانيا وهولندا وهذا لكن لا يقارن باليابان والصين وكوريا الجنوبيه. طيب طيب وهذه ال 500 تريليون قدم مكعب من الغاز اين تضم 50 تريليون ان شاء الله تلحق 500. طيب الى اي حد هي اين تضع موريتانيا في ترتيب الدول المنتجه للغاز او المصدره للغاز؟ المنتجه ما نعرفه ما ينتجوا منها مستقبلا كم. بالنسبه لاحتياطي تضعنا في يعني بالنسبه على التصنيف الافريقي تضعنا في مرحله متقدمه يعني قد نكون يعني بعد الجزائر ونيجيريا. انا ممكن اكون وعلى المستوى العالمي المستوى العالمي متاخرين شوي قدامنا قدر من الناس لكن بالنسبه للانتاج ما نعرف مستقبلا هم لا ينتجوا منه كم. ما استطيع اقول انه تشكل مثل ما قلت سابق شوي 10% احتياطي الافريقي و0.71% من الاحتياطي العالمي لانه الاحتياطي العالمي حوالي 9600 عندنا 51 تريليون قدم مكعب هذه 50 تريليون تشكل 0.71% منه. طيب كانما هناك نوع من التكتم على المعلومات في هذا الصدد هنا في موريتانيا برايك كيف تفسر ذلك؟ هو ما هو تكتم بسيط يعني كثير جدا وانا استطيع ان اقولها على شاشه التلفزيون يعني انه كثير من المعلومات اللي عندي للاسف قابلها من عند اخواننا السنغاليين والمواقع السنغاليه ومواقع دوليه شيئا ما، اما المواقع المحليه الموريتانيه وموقع الوزاره موقع الوزارات الموريتانية كان معنية ما في أي شيء يتعلق بالموضوع تقريبا. طيب شيء وما سر هذا التكتم؟ وهذا شيء يعني ما هو زين لأن المواطن حق الولوج إلى المعرفة معرفة أخبار الغاز وأخبار إلى المعلومة حق المعلومة حق من حقوق يعني الإنسان وحق من حقوق المواطنة. نحن نبقى نعرفوا قاعد الغاز اللي عندنا شنو كم احتياطه شنو هو نوعيته يتواجد في منين شنو الناس اللي شركاء معنا فيه وكم نسبتنا كم عائداتنا لا يتعود وكم لا يشتغل من أولادنا ده كامل وكم يعني تأثيراته البيئية والله الجيوسياسية والله حتى قاعد الأمنية على المنطقة إيه نحن بكون عارفين ياسر من الأمور وإذا ما هو خاسر وش به الدولة هي اللي تم تقوله والله الناس اللي يعني أنا هون يقولوا الدولة أنا أقصد بها الحكومة يعني بتعبير نحن إلي. طيب إيش بهم يقولوه من تعود تقولوا الناس أخرى ويخلق رأي عام وطني قد يعود قاعد مبني على روايات مغلوطة كيف اللي خلق نحن شفنا هون وحدين يروجوا شي من الأمور اللي ما هي حقيقية ومغالطات كبيره ومبالغ فيهم اللي حتى وذاك ما هو زين صراحه. طيب في احدى خرجاته وزير الحالي للنفط قال بانهم لا يريدون الحديث كثيرا عن هذا الموضوع كي لا يعني لا تكون النتائج او الامور التي سيتحدثون عنها لا تكون اكيده او مؤكده او اكيده الحدود. برايك هل هذا مبرر؟ هذا ما هذا مبرر يعني غريب يعني هو اللي عاد فيه خيبه امل ايش بنا نعرفه من راك قاعد نفتصل مع روايه نحن بحيواننا وبقرنا وحريتنا ما نبنوا أماننا على شيء ما هو خالي. لا أنا ما أعتقد أن هذا مبرر على العكس على العكس يجب أن المواطن يعرف المعلومة من البداية وهذا أحسن يعني نحن مثلا أيام زمان كنا بنينا أمال كبيرة على النفط وذا عقب 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 عاد ذاك اللي عاد يعني في الحقيقة ما أعتقد أنه هذا مبرر. طيب هناك تخوف واسمح لي بهذه الجزئية متعلقة بالموضوع إلى حد ما. هناك تخوف دائما أو كأن العديد من المواطنين مسكونون بهاجس أنه مهما وجدت الثروة وكان هناك فساد لا يمكن أن تنعكس على ظروف المواطنين والبعض يصف هذا الفساد بالهوات السحيقة التي تسحب إليها كل شيء. برأيك هل هي قادرة على شفط مثل هذه الثروات؟ هو فعلا الفساد خطير ويأثر عليه يا غير ملي الفساد قد لا يحكم فيه ما نقدر نقول على العالم فيه الدول فيها صفر يعني نسبة فساد الفساد قد يخلق يا غير ما يعود يأثر على تنمية البلد خاصة في دولة فقيرة مثل موريتانيا ما زالت وقد حتى يوجه إلى خلق قد يوجه ويعود مساهم
يعود نعمة بدل من يعود نقمة. وللأسف نحن ما شفناه. نحن هون أنا دائما نشوف الناس تتكلم لا على محاربة الفساد وعلى الفساد، لكن لا تتكلم على كيف نحول الفساد من يعني أثر سلبي إلى أثر إيجابي. هذا خارج وخلقه بعض الدول، ولا يفكروا ما اللي في تكلفة قاع محاربته. نحن قاع عندنا لا يحاربوا الفساد، لا نزقلوا قاع فيها شيء أكثر قاع من يصلين اللي نحن نحاربه من أجل معنا البلاد. يعني هم ياسم الروايات يلا نفكروا فيه. وأنا بعد شك أعلن الاتجاه العام للبلد قد عداك من الفساد كامل ما تسمح به الظروف. والناس اللي حد يعود عاقل يلا لا يعود واضح. لكن اسمح لي، أنا تخيل وأتصور هذه الثروة، هذا الحجم من التريليونات المكعبة وهذه المبالغ 500 مليار دولار إلى غيره من الأمور، وأعرف النسبة، أتصور النسبة القليلة ربما التي ستصل إلى موريتانيا. لكن هل ماكينات الفساد قادرة على شفط مثل هذه الثروة؟ قادرة على شفط أكبر من هذا لو أتيحت لها الفرصة. لكن أعتقد أنه بتنوير الراعي العام الوطني وإعطاء المعلومة في الوقت المناسب ويعني شحنوا بها ليلة نهار قد الله يعني نوقفوا في قدر من مسائل الفساد اللي تخلق، أو على الأقل اللي قد تخلق في شركات أخرى هون وروايات ما يخلق مع الغاز. لأنه ما يمكن يكون يعني في ناس يعدوا على أصابع اليد هم اللي يستفادوا من الثروة من عائدات بلي ثروة ثروة الجميع ويلا نستفادوا منها كاملين. طبعا كله بمستوى معناه حاسدين الواحدين ما شاء الله أعطاهم مولانا عقل والله أعطاهم ثروة واستثمروها ويجبروا المليارات ربح صح لهم، يغيرهم اللي الناس الأخرى يلا تشتغل وتجبرهم اللي زاد هي نصيبها من ذي، أو على الأقل عن طريق استثماره كيف قلنا الثروات المتجددة وتطويرها اللي هي أكثر ارتباط بحياة غالبية المواطنين الموريتانيين. طيب هنا في موريتانيا ربما حتى الشركة العاملة الشرائك الكبرى العاملة في موريتانيا الشرائك الأجنبية العاملة في موريتانيا البعض يتحدث بأنها محاطة بمجموعة شركات مقاولات من الباطن كونتراكتورز تاشرون إلى غيره، وكأن سب كونتراكتورز كأن هذه الشركات هي التي تستولي على كل العائد من هذه الثروات في موريتانيا، ولا يشاهد أي تحسن على مستوى ظروف العاملين في هذا المجال أو حتى إتاحة فرص عمل بالمعنى الحقيقي بالمعنى الفني والوظيفي للكلمة. هذا فعلا موجود منه شيء، خاصة مع الشركات العاملة في مجال المعادن الذهب مثلا والنحاس. وهذا فعلا شاهدنا مثلا أنه تازياز تتعامل مع حوالي 300 شركة وطنية وقالت قاعدنا دخلت لهم مليارات زايدة خلال السنوات الماضية. يا غير نعاو الشركات نحن ما شفنا لهم أثر يعني على الاقتصاد الوطني لا من حيث التشغيل ولا من حيث شيء ثاني. ما نعرف هذي الفضة اللي يربحوا منين يديروها قلت عد قاع ما في موريتان الله أعلم. والأمثلة كثيرة، لكن أنا أتمنى أنه يعني الجميع يطرح بال يعرف أن موريتان عدت في مرحلة صعبة شوي وياسر من الأمور اللي كانت صح ما تات صح. ناس يلا تحرار كاملة. ثم أنا دائما نقول أنتم قاعدوا كل الشحم والعم يا غير لا تحسدوا نحن نشربوا المرق نشربوا ملحم يعني شوي منه بعض على الأقل. طيب تم الحديث مؤخرا ربما بالأمس أو قبل الأمس وهو حديث قديم متجدد حول جوانب بيئية متعلقة بالغاز أو استخراج الغاز وهذه الاحتياطات والتنقيب، لا يحد فعلا هناك ضرر بيئي؟ أنا لست متخصصا في البيئة، لكن حسب اللي قرأت كثير من تقارير عن هذا المتقارير الرسمية بعضها لا أستطيع أن أجزم أن ما في خطر، لأنه مثل ما قلنا الاستغلال أنه في 12 بير بيت نحفر في قار يعني في قعر البحر في البداية لا يحفروا أربعة منها وهي اللي يتوصل بها الأنابيب واللي يضخ ينضخ من الغاز ماشي شور المحطة العائمة اللي يتم تخزنه وتعالجه وذلك الشيء تعود 80 كيلو والله ذاك من المكان. بعدين لا يمشي من ذيك المحطة شور المحطة العائمة اللي لا عن طريق عملية تسييل تحوله شور غاز مسال. طيب هؤلاء الأنابيب لا يأخذوا طبعا من قعر البحر عليه قد يمرون يعني جنب مثلا شعاب المرجانية اللي هي تشكل قاعدة أساسية في الحياة البيئية. ما نعرف كانها يعني حسب تقول بي بينا ما يأخذ من أحذاء حسب يقولوا بعض العلماء اللي شفناهم هم زاد معدلين حملة الله أعلم بي يعني هدفهم منها أنها تأخذ منها وأنها يتأثر عليها. في النهاية الأثر لابد أن يكون لكن كمه الله أعلم. طيب دكتور يربان الحسين الخراشي كلمة أخيرة لو ممكن في 10 ثواني وصلنا 10 ثواني. أنا أعتقد أنه يقال أنه الثروات الطبيعية ثلاث لعنات، لعنة قبل الاستقلال وتصيب الاقتصاد أساسا أنه الدولة تقرض ياسر
وتنفق ياسر من الوعد. واللعنة الثانية تصيب الشعب أثناء الاستغلال، أنه يعني شعب صب خيبة أمل أنه ما تحسن ظروفه وأولاده ما اشتغلوا. واللعنة الثالثة هي اللي كانوا يتكلموا عليها، تصيب البيئة بعد قاعدين وفذا كامل وذا. وأعتقد أنه خيار المنصات الأعمى يقدروا يتحققوا فيه اللعنتين التاليتين. وظهر لي أنه مولينا ربطوه بالسياسة شوي، أن المؤسسة العسكرية الحاكمة موريتان اختارت بطاقة التنمية في هذه المرحلة ومعتمدة طبعا على الغاز، إنين ينجحوا فيها إن شاء الله موريتان لا تقيس يعني مرحلة أخرى، ونقدر نشوف رؤساء آخرين ذي خلفية عسكرية، وإن ما ينجحوا فيها قد يكون هذا آخر رئيس ذي خلفية عسكرية يحكم موريتان. طيب الدكتور يربان الحسين خراشي الخبير في الثروات الطبيعية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا نهاية هذه الحلقة من المشهد، لألتقي بكم في حلقات أخرى. تقبلوا أطيب المنى، السلام عليكم، شكرا جزيلا.